اجل طبعا تاني درس عندك، ولو خلص يبقى احنا خلصنا نص المنهج اسلامك، هو ليدي خديجه، السيده خديجه. السيده الخديجه اللقب بتاعها كان ايه؟ كان mother of the believers، ام المؤمنين. mother of the believers، كلمه believer، believers معناها مؤمن، believers المؤمنين. السيده خديجه ام المؤمنين، تمام. طيب دلوقتي بس هعمل حاجه عشان كان نفسي اعملها من شويه نسيت. بس كده عاوز اقول حاجه، طبعا انا قلت هسال الاول في الاسئله اللي فاتت، فنجيب شباب عشان نشلوح الشباب، نشلوح محمد اشحاته. محمد اشحاته شكله اكبر مني، ماشي يا شباب. محمد اشحاته افتح المايك بتاعك يا زميلي. مستر معاك. ماشي يا معلم. What was Islam fundamentally based on؟ ماشي. معلش بس ده كان أول سؤال صح؟ أنا والله العظيم أنا ما زال. السنة اللي فاتت. على ماذا اعتمد نجاح الإسلام؟ أيوه سامع تمام. ورق، سامع صوت ورق أنا بيتقلب يمين وشمال. ها؟ والله ما كتبت حاجة، ما حضرتش الحصتين أصلاً. ليه؟ هقول له هنا؟ ليه يا ابني؟ انا كنت حلقة على اعرفهم، عارفهم انا فاكرهم من ساعة المقصف الاول. ماشي. الله از ايه؟ على الله از ويل الله الله از ويل، الله از ويل باور، باور. سبورت اند جايدنس، ايوه يا جامد. سبورت اند جايدنس اند جريت ايفورت. اند جريت افورس، اند اوف الله، اوف الله اند از ويل اوف محمد اوف الله اند جريت ايفورت اوف محمد اند هيز فريندز واصحابه. عند ايه فرصة انت هيز فريندز. حلو. تمام. ده اول سؤال يا محمد. الاسلامك عليه 10 يا محمد، الاسلامك عليه 10 درجات يا زميلي. والله العظيم ما كنتش بس موجود في البيت اليومين اللي فاتوا دول، معلش يا مصر. تلم الحصص يا اسطى، تلم الحصص انا هلمهم هلمهم النهارده، هلمهم تقول لي لميتهم هلمهم النهارده ان او شاء الله بكره، على تقول لي يا خير. مستر لميت الحصص. ما شاء الله ماشي يا معلم، انا خدت منك وعد. الحصه الجايه بقى كان في ولد انا حلفت ان انا هساله ونسيت هو اسمه ايه الحصه اللي فاتت، حد فاكره يا شباب؟ كان في ولد جاوب سؤال او بنت مش فاكر، قلت له والله هجيبك اسالك، خرب بيت كده كانش ذاكر او ما كانش ذاكرت. صعب بقى، صعب افتكره، رب سامحنا بقى، هو ممكن يجي تحت ايدي يعترف. اوكي حبيبه كمان حبيبه. معاك يا مستر. What was أخلى يا مستر، what أخلى what حاجة. انت ماشي مش حضرت الحصص اللي فاتت؟ انا بسأل لا لسه. لسه برضو. ادي النيل، طب احضريهم يا حبيبي، احضريهم يا حبيبي، اسمعوهم يا حبيبي عشان انا بسأل على اللي فات. أحضره بقى، مش عارف أدخله، لسه داخلة يعتبر. ماشي. طيب مين تاني؟ محمد بن سيد شاطر، محمد ده برنس. معاك يا مستر. قول لي يا زميلي، قول لي يا زميلي، what was worshipping idols far away from؟ عبادة الأصنام كانت بعيدة عن إيه؟ From far away from Allah's will, الله is well. light of Allah, طيب right path, ماشي right belief. تمام. هو بس كنا تاني. الله ينور عليك. عند هولي قرآن برضو بعيد عن القرآن. أقول لكم أنا عند belief in Allah and Muhammad, and Allah and his messenger أو محمد بروفيت، يعني حاجة كده صح، مية مية. حاجة تاني. لا لا كده انت مية مية شغال، متعلم تسلم يا الكلام مستر. حبيبي. انا عاوز بس الايه، عايز اجيب لكم الامتحان بتاع
يجيبوا الامتحان التجريبي ولا ايه؟ الامتحان التجريبي الامريكي والاسلامي بوكلت الادبي الانجليزي 2024 اعتقد هو ده. حلو اوي، هو ده الادب، القسم الادب اللي هو انتوا. تعالوا نشوف الاسلامي كده جه ايه. طبعا انت عندك 24 نقطة اختياري، 12 كلمات و12 جرامر، وعندك الترجمة غالبا بيكون ليها علاقة بالإسلامك. أول سؤال عشان أنا مستر برينس جالك، وات واز أجاوب أنا، الإسلام فاندمنتلي بيزد أون؟ تمام، على أجاوب ماذا أنا بقى. اعتمد نجاح الإسلام؟ استنى بس استنى، تاني سؤال، وات ديد ذا مان بليم عمر فور؟ كان في ولد اسمه عبد الله تقريبا امبارح خليته يقول السؤال ده 300 مرة. الراجل لام عمر على إيه؟ يا استنى ما نسأل بقى إيه بنت. أقوله أنا. لا استنى استنى استنى، انا عارف ان انت عارفه، عارف ان انت عارفه، عايزين نجيب حد تاني عشان ماشي. يا جويريه. What did the man blame عمر for؟ الراجل لام عمر على ايه؟ قال له انت انت وحش يا عموره، انت كافر. السلام عليكم. وعليكم السلام، لام على ايه بقى؟ What did the man blame عمر for؟ يعني هو قال له ايه يعني؟ لا لاموا على ايه؟ لاموا، لاموا على ايه؟ ايه الشيء اللي لاموا عليه؟ لامو مش هو كان نعيم ده؟ ايوه، ما هو كان نعيم، لاموا على ايه بقى؟ ايه اللو، ايه اللوم اللي هو قاله له؟ قال له ايه؟ اللي هو على ماذا لا اساعدها told him he told him. لا لا مش بقول لك هو قال له ايه، بقول له لاموا على ايه؟ for ما قول يا his evil intention for his evil intention for his evil على نيته الشريرة. افتكرت for his evil intention for his فضلت اقول الحصه اللي فاتت for his evil intention 30 مره قلناها 30 مره ده انا اقعد انا زهقت. ايوه ماشي ايوه ان شاء الله يا جويريه. ايوه تمام يا مستر، ركزي يا جويريه، علينا 10 درجات الاسلامي. مركزه مركزه والله، بس ما خدتش بالي من لا. ماشي، ما هو ما خدتش بالك، دي معناها مش مركزه، هنعديها. شطور for his evil intention. ماشي ماشي، ايوه كده يا محمد يا سيد، خليك رافع راسي، الله ينور. عاوز عمر نانسستر. ايوه، اللي جاوب السؤال ده برضو برينس، سؤال سهل بس هنجيب حد تاني. كفايه، استنى محمد سيد نشوف مثلا والله برضه لو ما عرفوش مثلا. اجاوب انا. ماشي، لو قلنا مثلا ايمان احمد محمد، how was عمر when he knew that his sister and her husband had adopted Islam؟ الله ينور عليك. He was، لقد كان صارت سائرته. He was outraged، outraged يعني جن جنونه أو ثارت ثائرته. He was outraged. حلو حلو. النهارده هنجاوب على الدرس بتاع ليدي بص بص يا معلم، خدت كام درجه؟ خدت 3 درجات، 3 درجات يعني، ادي ادي واحد ادي اتنين، وانت قاعد في الامتحان ايه اسلامك؟ 3 درجات سهلين. He was outraged. اهي السيده خديجه، انا اخد درجه رابعه. كيف ادار، بص بيقول لك هاو ديد والله العظيم لو واحد بيفهم في الانجليزي بسيط بسيط، أجاوب بص بيقول لك استنى استنى محمد، استنى هنا، هاو ديد محمد، كيف سيدنا محمد أدار إدارة السيدة خديجة، أدار التجارة بتاعت السيدة خديجة إزاي؟ نجيب بكده بنجاح واحد نسأله إيه أجاوب أنا. النبي أدار الإدارة بتاعتها إزاي؟ أدار التجارة بإيه؟ أكيد النبي كان أمين، فأدارها بأمانة successfully and honesty، عند الأونستي بأمانة ونجاح. لا ما أنا حافظهم من الترم الثاني، شفت؟ الله عشان محمد كله من تحت، ما من تحت إيدك برضه حبيبي يا معلم. ايوه التطبيل، طب طب الامتحان الجاي امتياز يا معلم. واي ديد الله. طيب بيقول لك لماذا ربنا، واي ديد، سؤال سؤال ذكي قوي، بس الطالب في الامتحان يقعد يقول والله ما خدته والله ما خدته. واي ديد الله كرييت، لماذا الله خلق الجن اند مان كايند، الجن والانس؟ ليه ربنا خلق الجن والانس؟ ليعبدوه، يبقى تو Try, try, worship, worship the Lord, try it.
فرض ان العباده اللي هي الله to worship Allah the one, الله الواحد, the one يعني الواحد, ماشي. يبقى to worship the one, Allah as one. طيب حلو قوي. قال لك بروفيت محمد بيس بي ابن هيم بريد الله يا لهوي. السؤال لا مش ده السؤال اللي قال فيه حلنا ده. لا مش ده ازاي. لا بروفيت محمد بريد تو الله, دعا ربنا ان هو ايه جايد سام بيبل تو اسلام, اول واحد يهدي بعض الناس للاسلام. تو هيلب هيم كونكر مكه, يساعد ياخذوا ياخذوا مكه, تيك ريفنج ياخذ الانتقام من مكه, تو بليز ذا بيبل اوف مكه. طبعا كل ده لا, النبي دعا لبعض العمرين. بص السؤال زكي, فاطمة بنت الخطاب والزوايف كانت زوجة مين؟ فاطمة بنت الخطاب. استنى ما اجاوبش يا محمد, اجيب بقى حد يجاوب. شاطر يا محمد, مبسوط منك يا ابني, مبسوط منك للغاية. أسماء, يا أسماء, يا أسماء, أنت كنت يا أدب يا أسماء. فطرقت الباب حتى كلمتني, فلما أيوة يا مسك. كلمتني كلمتني قلت يا أسماء عيل صبري, فقالت أيوة يا مسك. يا إسماعيل. ماشي, فاطمة بنت الخطاب والزوايف كانت زوجة مين؟ يجي لي واحد بقى بيعبد السوسة في الامتحان أو بيعبد دود الأزوي وما إيه ليه فاطمة بنت الخطاب كانت زوجة عمر بن الخطاب, يعني إيه ذكاء إخوان. كانت زوجة مين؟ كانت زوجة مين يا أسماء؟ سعد بن زياد. أيوة سعيد بن زيد, سعيد بن زيد. أنت إيه سعيد بن زيد مش عارفاه ولا إيه؟ ده كان صحابي. ايوه ماشي تمام. ماشي والله العظيم شكلكم تعتنقوا ديانة أخرى وهتتعبونا معانا. ماشي طيب شاطرة يا أسماء. لو جينا بقى الولد, نجيب ولد من الولاد عشان نشوف الولاد شغالة معانا ولا لأ. لو قلنا يا أحمد, يا أحمد وفراخ, يا أحمد, يا أحمد, بس ليش كده عشان أنت بتاكل أكلي؟ ياد ياد يا أحمد ياد أنت. طب نقول بدل أحمد نقول ده مين؟ عبده يعني عبادة, عبادة عبده. ليه أنا بحب البنات؟ لأن البنات بتجاوب بسرعة, بحب أسأل البنات يعني. طيب لو قلنا يا ماريا, يا ماريا, أيوة مستر محمد. يا ماريا, بيقول لي ليدي خديجة rightly gained the honor, السيدة خديجة كسبت شرف of being mother of believers, إن هي تكون أم المؤمنين, because she was, عشان هي كانت إيه؟ ليه خدت لقب أم المؤمنين؟ لأنها كانت إيه؟ اختاري إيه ولا بي ولا سي ولا تي؟ هو أنا الشاشة مش واضحة عندي, بس أظن إنها هتبقى the prophet's wife. The prophet's wife, زوجة النبي, صح. شطورة, الشاشة مش واضحة عندك ليه؟ شمال لسه واضحة دلوقتي حالا. شوية. طيب هو بيقول لي هي ليه كانت كسبت لقب ام المؤمنين؟ عشان هي زوجة النبي, ولا كانت عشان هي من مكة؟ اكيد لا, مش عشان من مكة تكسب اللقب ده, ولا شي ووز ريتش وومن, ولا عشان هي امرأة غنية؟ اكيد لا برضه, شي هاد لارج تريد, لا لا كان عندها تجارة في سوريا, اكيد لا. السؤال التاسع, وكده لمينا 9 درجات بالسهولة دي, 9, اقسم بالله العظيم انا شايف ان اللي يضيع سؤال في الاسلاميك ما تطلعش من الامتحان, ما اوعى تطلع, تفضل قاعد في اللجنة. تعمل ايه بقى وانت قاعد في اللجنة؟ تجيب ورق, تجيب تخلي حد من صحابك يجيب لك البتاع اللي بيربطوا بيها الحمير وشويه برسيم, وتربط نفسك وفي الدكه ما تروحش, امتحن بنفس وضعك المره الجايه ببرسيمك بربطتك زي ما انت بالظبط, عشان اللي يضيع نقطه اسلامك يعني مش عارف. بيقول لك ذا بروفيت, النبي صلى الله عليه وسلم, ديبلي فور ليدي خديجه ديس, النبي ايه لموت السيده خديجه. وحاطط لك بقى هنا كام كلمة كده لزاز,
النبي ايه؟ approved ولا delighted؟ طبعا كلمة delighted يا شباب معناها مسرور، كلمة delighted معناها شخص مسرور أو سعيد، فأكيد مش هتبقى delighted أبدا. طيب عندي كلمة قلنا ذا بروفيت محمد ديبلي، ديبلي يعني بشدة لموت السيدة خديجة، كان ايه بشدة؟ كان ديلايتد مسرور؟ أكيد لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان اسيستد؟ لو قرأناها كويس اسيستد معناها مساعد، كان مساعد؟ لا. ولا كان ابروفد يعني حاجة تمت الموافقة عليها ابروفد؟ أكيد لا. ولا كان جريف يعني حزين حزنا شديدا حزين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان grieved، بتساوي الكلمه دي بتساوي sad. ده ممكن يكون اصعب سؤال في الاسلام، تمام؟ هو انت عارف ان هو كان حزين، بس الفكره ان انت مش عارف ان كلمه grieved معناها حزين، بس لو استبعدت تعرف تحلها. رقم 10 before the advent of Islam، قبل ظهور الاسلام، كلمه advent يعني ظهور، قبل ظهور الاسلام was anywhere in Arabia، كانت ايه عباده الايه مشهوره في العرب، في عبادة الإيه يا حفوصة يا حفوصة حفوصاية حفوصة حفصة يا حفوصة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حفوصة ده دلع، النيك نيم الدلع بتاع حفصة، صح؟ أو ماشي. طب ليه بتتعبينا يا حفصة؟ ما حفصة حلو. ماشي. Before the advent of Islam يا حفصة was anywhere in Arabia، كانت في كل مكان في شبه الجزيرة العربية. ايه اللي كان في كل مكان؟ idolatry ال idolatry اللي هي عبادة الأصنام، عبادة الأصنام ال idolatry. ماشي، جاي من كلمة idol زي شباب عبادة الأصنام. هل في حد قدامه سؤال صعب في الإسلامك؟ هل في حد قدامه سؤال صعب؟ بيتهيألي لا. لا ان شاء الله، استنوا بقى عشان في تلج في ازازه البتاع، مش عايز ثواني، ثواني يا جماعه، ثواني عشان والله استنوا بس اجيب درس زي ده. كده احنا حلينا 10 اسئله ب 10 درجات اهو في الامتحان، تمام؟ تعالى بقى نشوف المحادثه جت. بص الترجمه، مش عارف، انا ما شفتش الترجمه، بس اعتقد هيكون في حاجه دينيه. هو الإسلام لساك ما فيهوش حاجة مقالة يا مستر؟ الاسلامك ما فيهوش حاجه مقالي؟ أه؟ امال احنا، انت دخلت في النص ولا ايه؟ ما احنا حلينا اهو 5 اسئله مقالي. أه أنا لسه جاي في الاختيار، اسمعش لا 5 مقالي وخمسه اختياري يا راي. جيت في المقاله الاختيار، ده معلش. المقال اسهل من الاختياري. الله، أنا لسه جاي، معلش ما شفتش والله. لا ولا يهمك، انا بس بحاول اشرب بعد كده هقوله. هل لا جاي؟ براحتك. مؤاخذة بقى يا جماعة، مؤاخذة بقى، احنا بقينا أسرة واحدة، فإيه؟ براحتك يا مستر. ماشي، حبيبي يا سمير حبيبي. The secret of life، مية سر الحياة. ماشي يا رجالة، تعالى بقى نكمل الدرس بتاع النهاردة. نشوف بس بسجل ولا لا، عشان أنا ساعات بنسى.
mother of the believers يعني أم المؤمنين. أم المؤمنين. ماشي يا سندس، تقول لي بحاول أشرب من على جبل إيفرست. طول البس يا سندس مفيش، مش هتطلع الجو. Led a happy life يعني عايشة حياة سعيدة. Led a happy life، عايشة حياة سعيدة. ركز معايا. Honor يعني شرف. Preferred فضل أو أثر، ويؤثرون على أنفسهم. فضل فضل حد على حد يعني. Rank يعني مرتبة. المرتبة بتاعت، مش المرتبة اللي بننام عليها، لا، الرانك اللي هو مرتبتك الشخصية. المرتبة كلمة esteem يعني تقدير. جيند يعني اكتسبت. فبيقول لك السيدة خديجة جيند اكتسبت الرانك، فيري هاي رانك، مرتبة عالية. كلمة رايتلي يعني بحق. كلمة ادابت يعتنق. مانجد هير بزنس، ادار تجارتها. نيتيف سيتي، مسقط رأسه، المدينة الأصلية بتاعته. ان اكونت اوف، بسبب. لونجد يعني اشتاق. لونجد كلمة مهمة جدا. بوزيشن يعني مكانة. ريسبكت يعني احترام. كونفيدنس ثقة. ويلث يعني ثروة. طبعا انا زي ما بقولك، انا بقرا لك كلمات كده بس، انت لما تيجي تذاكر فكك من الكلمات، ما تحفظهاش وتقعد تحفظ كلمات على الفاضي. احفظ اسئله، احفظ اسئله، ما تحفظش كلمات. طيب قال لك يا معلم ايه؟ ليدي خديجه بنت خويلد، يبقى كان اسمها ليدي خديجه يعني السيده خديجه. ليدي ليدي، كان في اغنيه بتقول والله العظيم ده شغال، انا اساسا تافه. ثواني 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 ثواني، والله بجد الحاجات دي اللي بتفتح نفسها مذاكرة. انا اساسا الدروس بتاعتي بتبوظ بسبب اللي انا بعمله. انا ساعات بخش درس بطلع منه ممكن ايه بعد 4 5 ساعات، اروح درس الغي بعديه 6 دروس بس. والله الحاجات دي اللي بتفتح نفسنا على المذاكرة والله يا مستر. ليدي سونج حبيبي يا زميلي، أغنية ليدي اللي بتفتح. ماشي يا عم، لا لما يبقى فيه هزار كده فاهم ازاي الشغلة. شو ليدي؟ كان شخص قديم هو بيغني ليدي، مش عارف بقى. If this is to be the end. بتاع دي اقعد اضحك والله، هو بغض النظر هو حرام كده بس انا بضحك على الاغنيه دي هبله وليدي. المهم استغفر الله العظيم يا رب. اسمها ليدي خديجه بنت خويلد. از نون كانت معروفه بايه بقى؟ ان هيستوري معروفه في التاريخ، ماذر اوف ذا بيليفرز، ام المؤمنين. طيب ليه هي خدت اللقب ده؟ شي رايتلي جيند، هي اكتسبت ذا اونر هذا الشرف. اول حاجه بيكوز شي واز ذا وايف اوف الله، لانها كانت اوف الله سيل بروفيت، لانها زوجة نبي الله عز وجل محمد. يبقى ليه خدت الشرف ده؟ لانها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. شي ووز، تمام. يعني انا مثلا ان شاء الله يعني ايه، ما اقصدش طبعا اشبه نفسي بحاجه بس انا هقول لك يعني طبعا ايه، النبي غني عن التشبيه يعني صلى الله عليه وسلم. بس انا ان شاء الله لما تكون مراتي، مش ايه، مش هنادولها عادي كده، هنادولها ايه، ام الجامدين، عشان هي ايه كده هتبقى اسمها ام الجامدين، ماي وايف ان شاء الله، ده يبقى اللقب بتاعها، انا مديهولها من دلوقتي. مش عارفين بقى ايه لما تيجي بقى نبقى. قال لي because she was the wife of last seed prophet محمد. She was also the first person، هو كان ايضا، تمام، كانت ايضا. قال لك ان هي ايضا كانت the first person in the world، اول شخص في العالم to believe in him، يؤمن بالنبي. And to adopt the new religion، وتعتنق الديانة الجديدة. أول من آمن وصدق النبي كانت السيدة خديجة of Islam. So she is always given، لذلك هي دايما بتعطى وبتاخد the highest esteem، المرتبة العالية، البوزيشن، مرتبة عالية وبوزيشن عالي، and rank of Allah still prophet. دايما بتاخد المرتبة العالية قوي، البوزيشن and rank of Allah still prophet. تمام؟
ومكانة ومرتبة عند رسول الله عز وجل. فالنبي كان بيحب السيدة خديجة جدا جدا، فاهم؟ يعني السيدة خديجة بصراحة كانت رائعة. فيقول لك ايه بقى، تعال نمسكها حتة حتة تاني. قال لك ان هي is known mother of believers، مشهورة بأم المؤمنين. mother of the believers يعني أم المؤمنين، believer كلمة believer يعني مؤمن. برضو في أغنية اسمها believer، تمام، اسمها believe، وكلكم عارفينها اعتقد. يا مستر نعم بلاش تقول اسماء الاغاني عشان لو حد راح يسمع زي اللعبة فيها الهاوي وفيها الحريف، بس ايه اللي بيخلي اللعيب لعيب؟ حمايه، سهوله، سيطرة. لو انت لعيب استخدم جيلات سكين جارد، شفرة سهلة مريحة بتساعد على حمايتك من حساسية الحلاقة. جيلات لكل جيمر شفرة. استنوا استنوا هسمعكم معايا، بس هسمعكم حتة كده ايه اللي فيها بليفر بس، عشان انا عارفكم هتبقوا ايه واخدين ال ده. انت تبانا تنحى ايه ده؟ شي يا شيخ الغرف ده تبانا دي مش بتستظرف. المهم كلمة بليفر معناها مؤمن، فبليفرز بقى معناها المؤمنين. She rightly gained the honor، هي كسبت الشرف ده. She was the wife، كانت زوجة الله السيل بروفيت، زوجة النبي. She was also the first person، كانت أول شخص in the world believe in him to adopt the new religion of Islam، لذلك هي أعطت هذا الشرف لحب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى نمشي بقى نشوف السيدة خديجة. وعلى فكرة السيدة خديجة هي اللي عرضت يعني إيه، عرضت نفسها على النبي في الخطوبة يعني. تبشر معلش. ليدي خديجة، ليدي خديجة may Allah be blessed with her، تمام، رضي الله عنها. كلمة may Allah دي يعني رضي الله عنها، عايز تحفظها احفظها، مش عايز براحتك. ليدي خديجة may Allah be blessed with her كانت very rich، كانت غنية جدا، and had a very large trade with Syria، كانت ما عندها تجارة كبيرة قوي with Syria، في سوريا. She needed an honest man، كانت محتاجة رجل أمين، كانت محتاجة رجل إيه؟ أمين. ولما نتكلم على الأمانة في عهد الكفار زمان، مش هنلاقي غير النبي صلى الله عليه وسلم. صدق، صلى عليه ابن انت وهو، صلى عليه بدون حسنات. She needed an honest man to look after her business، كانت بتدور على man honest، يكون honest لكي يرعى تجارتها. يبقى نعلم على الحاجات المهمة بس. أول حاجة she was very rich and had very large trade with Syria. She needed an honest man، كلمة honest man راجل أمين، to look after her business، عشان يعتني بالعمل بتاعها. business يعني التجارة، التجارة أو يعتني بإيه، بشغلها. محمد was recommended، تم ترشيح محمد صلى الله عليه وسلم to hear the most suitable man، الرجل الأنسب for this job. يبقى محمد بروفيت بيس بي أبو الهيم، بروفيت محمد بيس بي أبو الهيم was the most suitable man for this job as he was famous، عشان النبي كان famous، كان مشهور بإيه النبي؟ كان معروف بإيه؟ معروف، كان معروف بإيه؟ honesty، الكرم، سوري، بالأمانة and الأمانة طبعاً والصدق، الأمين the honest كانوا مسمينه. فبيقول لك that people of the native city مكة، المدينة بتاعته، الناس في أهل المدينة بتوعه called him، كانوا مسمينه الأمين the honest، الصادق الأمين. honest يعني صادق، والأمين يعني الأمين، يبقى الصادق الأمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك he managed her business، أدار تجارتها so successfully، بنجاح شديد، and so honesty. يبقى النبي السؤال اللي جه، عشان هيجي لك في الامتحان، السؤال اللي جه في الامتحان اهو، كيف أدار النبي، فين هو؟ اهو كيف، هاو ديد محمد مانج ليدي خديجة ستريت، كيف أدار النبي
الشغل بتاع السيده خديجه اضرب حاجتين بالظبط يا ولد. He managed her business so successfully and honesty. بسكسسفولي يعني بنجاح وبأمانة. تمام؟ عشان كده النبي that he won كسب، النبي كسب ايه بقى؟ her confidence، كسب ثقتها and respect واحترامها. كسب النبي صلى الله عليه وسلم ثقتها وايه واحترامها. تمام؟ قال لك though على الرغم من ريتش ميكنز، على الرغم من ان العديد من الرجال مكة الاغنياء، رجال مكة الاغنياء longed يعني كانوا بس يتمنوا، كلمة longed يعني يتمنى. تمام؟ ظلوا طويلا to marry her، كانوا عايزين يتجوزوا السيدة خديجة. ليه بقى؟ as she knew، لانها تعرف that they wanted to marry her for her wealth، هي كانت عارفة ان هم عايزين يتجوزوها عشان الثروة بتاعتها. she preferred، هي فضلت السيدة خديجة فضلت to marry the honest young man محمد، فضلت ان تتزوج محمد الصادق الامين. ومن هنا ايتها البنات عايز اقول لكم حاجة، عايز اقول لكم حاجة، ها ان مش ايه، مش لازم ساري عربي، مش لازم ساري عربي، شايفك انت يعني لانك بتلمع اول ما تسمعي كلمة ساري، ساري عربي. ما مش لازم يا اختي ساري عربي يا اختي، مش لازم تظفر بذات الدين تربت يداك. تمام؟ يبقى بعد كده بقى يبقى ان شاء الله ساري عربي. تمام؟ عشان البنات ايه اليومين دول عايزه ايه، عربيه وبيض. ده انا اقسم بصراحه انا ذات نفسي لو حد عرض عليا ايه العظمه، عندي عربيه وبيت، موافقه، انا موافقه والله العظيم. المهم She preferred to marry the honest young man، هي فضلت تتجوز النبي صلى الله عليه وسلم. They married and led a happy life، هم اتجوزوا وعاشوا حياة سعيدة. They married and led a happy life، They married and led a happy life، They married and led a happy life. حلو كده؟ حلو كده. عايز اقول لك حاجتين، حاجتين كده جالي لحظة كده عايز ابقى اكبر شوية. اول حاجة مش هتلاقي حد بيشرح الاسلامك في مصر زي دي، اول نقطة. تاني حاجة عاوز أقولها لك، ما تنساش الحاجة الأولانية أبدا، بس أشرب ونكمل. أوكي عاشوا حياتها. قال لك أول سؤال معانا How is Lady خديجة بنت خويلد known in history؟ كانت معروفة بإيه في التاريخ؟ Mother of believers، believers، يبقى Mother of the believers، أم المؤمنين. Mother of the believers، Mother of the believers، Mother of the believers، Mother of the believers، أم المؤمنين. حلوة أوي. Why did Lady خديجة، لماذا السيدة خديجة؟ gain يعني كسبت، اكتسبت الشرف، الأونر of being، لكونها mother of the believer. ليه السيدة خديجة كسبت الشرف ده؟ أولا كانت زوجة النبي، ثانيا كانت أول شخص يسلم في الإسلام، يبقى because she was the wife of the prophet، زوجة النبي. واحد، she was the wife of the prophet، she was the wife of the prophet، she was the wife of the prophet and she was the first person in the world، وكانت أول شخص في العالم to believe in him، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. Because she was the wife of the prophet and she was the first person in the world to believe in him. Again، تاني. Because she was the wife of the prophet، لأنها كانت زوجة النبي، and she was the first person in the world to believe in him. قولي لي يا سندس، قولي يا سندس، بيجاوب غلط بقى يا سندس عشان اصوت عليك. عليك قال لي معاه لا يا سندس معاك يا مستر، بس طيب Why did Lady Khadija gain اكتسبت the honor of being mother of the believer؟ لأنها
because his ثواني ثواني ذكي قوي يا بدر، انت ذكي قوي يا بدر، هذا الجهاز كده. يلا يا سندس انت بتختلها. because he she was خديجة بنت خويلد، هي بنت خويلد، و because برضو she was the first person believe him ما حلو صح، believe him أول شخص يصدقه ماشي، عندك وكانت زوجته عشان ده ماشي. She was the wife of the prophet. The wife, she was the wife of the prophet. زوجة النبي. ماشي. مالا بقى ماشي يا سندس شطور. أسف والله. مالا تهري يا سندس، عمالا تهري. هو السؤال ايه؟ because she was the wife of the prophet. انت قلت الجزء الثاني صح. في الاول فضلت تهري شوية فتقول الليدي خديجة مش عارف ايه. لا احنا هنقول because she was the wife of the prophet and was the first person in the world to believe in him. حلو قوي يا رجال. سؤال رقم صح، عشان انا هزقت الشباب بتوع علم، هزقتهمش والله، بس اديتهم كده درسين في اولا عايز اقول لك على حاجه بايه، بس هي مش تكبر ولا حاجه يعني ايه، بس اقول لك على حاجه. انا عندي طريقه شغل معينه، مستر يوسف عنده طريقه شغل معينه، مميزه بقى مش مميزه، حلوه مش حلوه، انا دي طريقتي. يعني انا بدخل البث او بدخل السنتر بشرح زي ما انا بشرح عادي، يعني انا شرح كله في كل حته نفس الشرح. فان طالب يجي يقول لي يا مستر ما تفتحش المايك اللي مش عارف حد عشان الحصه وقتها بتطول عشان مش عارف، هقول لك انت طالب شاطر متميز بتفهم من اول مره تمام. فانا بفضل اسال واعيد السؤال مش عشانك، عشان انت كده كده شاطر، ومهنه التدريس ما اتعملتش عشان انا اشرح لواحد شاطر، مش شاطر خلاص شاطر يتعلم لوحده. مهنة التدريس اتعملت او مهنة التعليم اتعملت عشان نعلم غير القادر او عنده obstacles، عنده صعوبات في التعلم. فلما انت تكون شخص اناني بتبص لنفسك بس، اصل المستر بيطول في الحصة وبيقعد يسأل ويسأل، انا مش بسأل، انا مش عايز اسأل يا حبيبي، انا مش عايز اشرح اساسا، انا عايز اخش انام اصلا، وانا ايه اللي مرمطني وعمال ادوس واعيد وازيد ومش عارف ايه. اولا جزئين، انت نجاحك من نجاحي، نجاحك انت كطالب معناها ان انا كمدرس ناجح، فانت لو نجحت هتنجحني معاك، وللاسف انت اللي عليك اكتر المسؤوليه، يعني انت عليك اكتر المسؤوليه. اهلا السلام عليكم. ايوه مين معايا؟ اتفضلي معاك. يخرب بيك كده انا في حصه ما تعرفناش بقى، انت وحذيفه بقى ده الحصه اونلاين فضحتونا. ماشي يلا انا عارف ايه ده البلاوي دي بتحدف عليا منين. المهم هو was the first person in the world to believe. انا كنت بقول ايه؟ فانت كونك كطالب بتفهم من اول مره فده كرم من ربنا، فبلاش تبقى اناني، بلاش تبقى اناني وعايز كل حاجه لوحدك. انا بعيد المعلومه مش عشانك، انا بعيدها عشان صاحبك بيقعد في ناس. انا كنت بقعد احفظ السؤال الواحد قسما بالله 4 ايام، 4 ايام بحفظ سؤال واحد. فلما طالب زميلك يكون بيحفظ السؤال بالصعوبه دي وانت مش عايز تسهل عليه بحجه ان يا مستر الحصه بتطول، تطول يا حبيبي، عندك في حاجه اسمها اكس 2، شغلنا على اكس 2، دوس على اكس 2 كده هتلاقيني بتكلم عادي. اسمعني، مش انت عايز حصه بسرعه؟ شغلني اكس 2. مش انا كده كده بتكلم اكس 2 في العاده، هتيجي تشغلني اكس 2 هيبقى اكس 4، يبقى انت الخسران. فنقطه التعليق على اللي انا بعمله في الحصه حتى لو طالت، صدقني هقول لك وبتاع وان شاء الله هنشوف، بس انا مش هغير طريقتي عشان انا متعود على كده ومش هعرف اغيرها، والله ما هعرف، مش انا مش عايز، انا مش هعرف، انا شغلي كده يعني، انا مش عارف اجيبها لك ازاي. اتمنى تكونوا فهمتوا فكرتي، واتمنى نستحمل بعض. انا بطول مش عشان انا عايز اطول، لا انا عاوز اريح يعني، انا الانسان طبيعته بيحب الراحه، بس زي ما قلت لك نجاحك من نجاحي.
الطالب الضعيف لو نجح وجاب مجموع حلو يفضل يدعي لي ربنا يبص، ايه دي احسن حاجه بالنسبه لي اصلا. ان طالب مستواه كان صعب ودخل نجح جاب درجه كويسه هيدعي لي، تمام؟ فاحنا نستحمل بعض. زائد ان انت نجاحك لو انت نجحت تنجحني، فلازم تعرف ان انت ما كمان مسؤول. انا بمرمط نفسي عشانك والله، والله العظيم انا ما نمتش بقالي يومين، تمام؟ وزي ما انت شايف انا بشرح لك اكني نايم بقالي 3 4 ايام، بس انا حرفيا مش قادر، تمام؟ انا مش عايزك تصعب عليا، لا انا بتعب عشان حاجه واحده. انا على فكره مسجل الحصص دي كلها، خلي بالك، يعني حصه الاسلامك اللي انا بديها لك بث مباشر دي متسجله 8 9 مرات على اللاب عندي، ممكن ارمي لك اي واحده واقول لك ذاكر. ايه اللي بيخليني افتح واقعد هاتي معاك؟ عشان انا عارف لما هتعب ربنا هيكرمني. طول ما انا بتعب طول ما انا ربنا هيكرمني، يبقى انت كمان لازم تتعب، تمام؟ زي ما قلت لكم نجاحك هو نجاحي، ف يا ريت تتعب شويه. دي كانت الرساله اللي عايز اوصلها. رقم 3 بيقول لك هو was the first person in the world believe in Allah is still prophet. من هو اول شخص امن بالنبي واعتنق الاسلام وامبريس الاسلام؟ هنقول طبعا ان دي ليدي خديجه بنت خويلد، ليدي السيده خديجه، ليدي خديجه بنت خويلد. حلو قوي. سؤال تاني بيقول لك why is lady خديجه، ليه السيده خديجه is always given بتعطى the highest esteem، يعني اعلى مكانه، اعلى esteem يعني مكانه، اعلى مكانه او اعلى position، مكانه ورانك تقدير او مرتبه. ليه السيده خديجه بنديها كده؟ هنقول ان هي اولا ان هي because she was the first person in the world، لانها كانت اول شخص، because she was the first person in the world to believe in محمد. شيل ده كله واكتب بدل ايه محمد، to believe in محمد، اهو بسهل عليك. She was the first person in the world to believe in محمد. She was the first person in the world to believe in محمد. She was the first person in the world to believe in محمد. طيب نيجي بعد كده نسأل الشباب. يقول لك يا مستر ما تسألش عشان الحصة بتضيع وقتها، على أساس إن أنا برقص يعني قاعد أغني. هو أنا قاعد أغني أه، بس مش يعني مش عارف. سؤال رقم 4 يا سلمى هاني، سلمى هاني يا سلمى، كان الله يعذبه. كان الله يقول لي يا سلام. هتبقى ليدي خديجة. وانا لسه سألت why is lady خديجة always given list هيدا خديجة، خديجة is always given the highest esteem position rank، ليه بتاخد مكانها عالية؟ Because she was the first person believe in محمد. Because she was the first person in the world believed محمد. شطورة يا سلمى، شطورة يا سلمى، إجابتك صحيحة. المايك عندك فيه مشكلة بس أنا سمعتك، إجابتك صحيحة. نيجي نسأل واحد تاني. دينا نورا مي وعد محمد، أيوه محمد روبي. يا محمد روبي why is lady خديجة is always given the highest esteem position rank in Islam؟ ليه السيدة خديجة بتاخد أعلى مرتبة في الإسلام؟ أقول because she was the first person in the world to believe in محمد. الله ينور عليك يا محمد يا روبي وبرنس يعني. حبيبي يا مستر. برنس وربنا. الصبيان برضو كده بيبقى فيها عيال فلاتي، الواد يجيب السؤال من أول بقى بفرح وأغني الحبيب فين حبيبي؟
What did Lady خديجة بنت خويلد have؟ السيدة خديجة كانت تمتلك إيه؟ كان عندها إيه السيدة خديجة؟ She had a large trade with Syria. كان لديها تجارة كبيرة في سوريا. ركز قوي. She had a large trade with Syria. 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 ماشي يا شباب، أعتقد حفظتوه. من كان أهل مكة يلقبونه بالأمين؟ هو يبقى عايز شخص. Did the people of Mecca called the honest؟ كانوا مسميين مين honest؟ محمد الأمين، بسبي أبو نهم صلى الله عليه وسلم، محمد. Why Lady خديجة search for an honest man؟ ليه السيدة خديجة كانت بتدور على شخص أمين؟ To look after، عشان يرعى. كلمة look after يعني ياخد باله. ياخد باله من to look after her business. To look after her business. To look after his business. To look after her business. To look after her business. To look after her business. To look after his business. To look after her 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 business. So to look after his business. To look after his business. Who يبقى عايز شخص. Who was recommended؟ من الذي تم ترشيحه to hear the most suitable man for the job and why؟ مين اللي تم ترشيحه؟ على بقى ايه؟ محمد طبعا because he was honest. محمد لانه كان امينا honest، مش هو ما اسمهاش honest، ما honest الاتش مش بتتنطق. ماشي يا شباب، هذا نجيب من تحت خالص. يا مروة، مروة السيد. نعم يا مستر. كيف الأحوال يا مروة؟ آه والله تمام الحمد لله. الله يحفظك. حلو يا مروة. قولي لي يا مروة، أول سؤال بيقول لي What did Lady خديجة بنت خويلد have؟ What did Lady خديجة بنت خويلد have؟ She has a big business in Syria. حلو. A large trade in Syria أو big business مش هتفرق، الاثنين صح. أنا مش مركزة بقى في الشرح، أنا بهبد بصراحة. ماشي بتهبدي صح، خلاص عادي صح. هذا large trade in Syria. أنت عارفة أنا قلتها كم مرة هذا large trade in Syria دي؟ قلتها حوالي 30 مرة وأنا بكتب. والله ما أنا سامعاك بتغني والله يا مستر. ماشي ماشي يا مروة. قولي الإجابة الثانية يا مروة. يا مروة، who did people of Mecca call the honest؟ The Prophet محمد. بروفيت محمد بيس بي ابو نعم. ممتاز. الحمد لله. السؤال الثالث يا مروه، Why did Lady خديجة search for an honest man؟ ليه خديجة كانت بتدور على رجل أمين؟ Who's he manage her business in Syria؟ ماشي كويس، to manage her business. ماشي بس ممكن تقول to look after. To look after his her business. Look after business. ماشي شطور. Her business. دكتورة مروة 10 على 10 يا مروة، 10 على 10. ايه 10 على 10؟ مدرسيني قوي دي، ما ايه ده، ايه اللي انا بتحول يا جماعة. 10 على 10 جامد يا مروة. هو كده ارجع، ارجع طبيعي. 10 على 10 سقفولها والشغل. احمد رضا، يا احمد يا رضا، عارف اسمك احمد رضا ولا احمد ايه ولا رشاد ولا يا احمد؟ انت كاتب اسمك بالفرانكو وانا ماليش في البتاع ده. احمد تفتح المايك يا احمد. روتاج، اتفضل يا روتاج. اسمك روتاج ولا ريتاج؟ روتاج والله اسمك روتاج.
وقعت الياء بين عدوتيها التاء والراء فأصبحت رتاج بدلا من رتاج. أيوة. مش كده تقول ايه هتنجز انت لسه هتهري. حاضر يا رتاج والله هنجز. How did محمد manage خديجة's trade يا رتاج قصدي يا رتاج. كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم تجارة السيدة خديجة successfully and honestly. ماشي قوليها بقى. هسألك سؤال بالإنجليزي. يبقى how did محمد manage خديجة's trade. كيف أدار النبي تجارة السيدة خديجة successfully and honestly. Honest. اوكي حلو قوي. وده السؤال اللي جه فين؟ السؤال اللي جه في الامتحان التجريبي اهو بالظبط. How did محمد manage ladies خديجة's trade. كيف ادار النبي صلى الله عليه وسلم تجاره السيده خديجه. نقول طبعا successfully and honesty يعني بكده بنجاح وبصدق وامان. شاطره يا روتاج. طيب نكمل مع بعض يا شباب. بيقول لك هاو ديد محمد وين ليدي خديجه كونفيدنس اند ريسبكت. كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم ثقه السيده خديجه واحترامها. عشان هو هي مانجد هير بزنس سكسسفلي اند اونستلي. كلمه اونستلي مش بنطق التي فما اسمهاش اونستلي اونستلي تمام. اونستلي هي التي بتتنطق بس بتتعمل فانيشن كده والاتش مش بتتنطق. هقول هي مانجد هير business successfully and honestly so he won her confidence. هتقول بس اول نفس الاجابه اللي فوق بالظبط. لا لانه ادار her business successfully and honestly. Who did many rich Americans long to marry. بيقول الكثير من الاغنياء ارادوا ان يتزوجوا من مين. من ليدي خديجه. الكثير من الاغنياء ارادوا ان يتزوجوا من مين. من ليدي خديجه. يبقى الخميس الجمعه السبت حد الاثنين. خميس جمعه سبت حد الاثنين. احنا قايلين هنختم البتاع ده يوم الاثنين يعني هنلحق معانا وقت كتير قوي. حلو. Who did many rich the American long to marry. كانوا عايزين يتجوزوا مين. ليدي خديجه. What were they after. تمام. لماذا كانوا عايزين ايه. They after يعني هما كانوا بيسعوا عليه. كلمه after هنا معناها نوم معناها يسعى فعل. كانوا بيسعوا على ايه؟ They were after her health. Health ايه؟ لا دي غلط. المفروض wealth. غير دي W وانت معايا. كانوا بيسعوا للثروه. Wealth يعني الثروه. Wealth. Wealth يعني ثروتها. Who did Lady Khadija prefer to marry؟ السيده خديجه فضلت تتجوز مين؟ محمد. Because he was an honest. لانه كان امينا وصادقا. تمام؟ ده كان بس الدرس بتاع Lady Khadija ده سهل قوي. انا كنت ناوي اوقف بس هكمل فيه شويه. طيب سيكشن بي ناخد دي بالمره عشان يبقى ايه نخلصه الحصه الجايه وخلاص. يبقى خلصنا نص الاسلام نص المعنى. اللي عنده اي صعوبه يقول لي يا شباب. لو حد اي عنده اي صعوبه يرفع ايده. اللي عنده صعوبه بس يرفع ايده. مش عنده صعوبه نزل ايده. اللي عنده حاجة صعبة عنده استفسار عنده أي حاجة معلش ارفع. يا مستر. نعم. أنا كنت بذاكر من كتاب المدرسة ففي أسئلة أحفظ الأسئلة كلها يعني أكتر من اللي أنت بتبقى تشرح فيه. يا عم أنت عايز تجيب العشر درجات ولا لأ؟ أيوة إن شاء الله. طيب خلاص ذاكر من اللي أنا بقوله. هقول لك على حاجه. لو انت مش واثق ما سي انت ليك حق تخاف. انا ما عنديش مشكله. انت مش واثق وليك حق تخاف. شوف الامتحان بتاع السنه اللي فاتت وراجعه من الملزمه دي. لو لقيت فيه سؤال ناقص يبقى لا ذاكر من كتاب المدرسه وما تمشيش ورايا لان انا كده هكون بهري عليك. ماشي. لو ما لقيتش سؤال ناقص اتوكل على الله. ماشي يا معلم. تمام. ما تقلقش يعني. خير ان شاء الله. ماشي يا معلم. شو احمد بس ما لو انت كويس يا احمد لا مشكله ان انت تقرا كتاب المدرسه. لو انت كويس وشاطر لا اقرا كتاب المدرسه زياده معلومات عادي. تمام. يا شوشو احمد.
تعليق ان كتاب المدرسه اصلا اغلب الاسئله اللي فيه بيس او نو الاجابه بتاعتها، يعني ما منهاش اي فايده، يعني اي حد يجيبها. ما هو عادي بقى، مش هتفرق، احنا كده كده بنتعلم وخلاص. ماشي يا شيخ. ملك مختار احمد، يا ملك يلا عشان الله نص ساعة وحصة مستر إبراهيم هتبدأ. مفيش يا مستر مفيش. طيب تعالوا بقى نكمل مع بعض عشان تنتقلوا على حصة مستر إبراهيم، خلص النص ده بس وبعد كده تنتقل. كلمة يتأمل أو يتدبر اسمها مديتيتنج، بيعمل مديتيتنج، المديتيشن التأمل. بيقول لك أنا بخش على واحد صاحبي لقيته بيمديتيشن، بيقعد كده يتأمل ويطفي النور وبيمديتيتنج. الباور القوة، انشورينج يضمن، انشور اللي هو زي يتاكد كده. بريز الله يعني يحمد الله عز وجل، بريز 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 بريز. تدي يعني ثابت، وورشيب يعني يعبد، بيوريفايد يعني ينقي، ايدولاتري عباده الاصنام، ايدولاتري دي جت في السؤال بتاع الامتحان التجريبي. بريسيشن يعني مسيره، بريسيشن مسيره. بعد كده عندي يتفكر، contemplating يعني يتفكر، contemplating contemplating. support يعني دعم أو تأييد، creator يعني الخالق، support of الله دعم الله، the will يعني الإرادة، power of الله قوة الله، guidance الإرشاد. طيب قائمة على التوحيد monotheism based، advent of Islam في مقدم الإسلام، يعني في إيه، في أول أيام الإسلام، في الأيام الأولانية. paradise orienting موجه للجنة، Paradise Orienting. The Cave of حراء، غار حراء. Vast Universe، الكون الواسع. كلمة Vast دي معناها huge أو كبير أو ضخم. huge يعني very big. تعالى كده نقرأ مع بعض. قال لك إن before the advent of Islam، قبل ظهور الإسلام أو قبل قدوم الإسلام، idolatry عبادة الأصنام، الأيدولاتري was everywhere، كانت في كل مكان. In Arabia، يبقى الايدولاتري اللي هي عبادة الأصنام كانت في كل مكان في شبه الجزيرة العربية. ماشي؟ سوري كنت بشرب. Idolatry was everywhere in Arabia and the idols والأصنام were worshipped، والأصنام كانت بتعبد by the Arabs، كانوا بيعبدوا الأصنام. But محمد، بس النبي صلى الله عليه وسلم didn't believe in idols، لم يعبد الأصنام، ما كانش بيؤمن بيها. He spent much of his time، قضى معظم الوقت بتاعه in the cave of حراء، في كهف حراء. كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان be thinking، أول حاجة النبي كان بيفكر. فهمت؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بي thinking و بي كان contemplating and meditating. النبي كان بيتأمل ويتدبر ويفكر. كلمة contemplating هتلاقيها فوق، معناها يتفكر. يبقى meditating يتأمل، contemplating يتفكر. حلو قوي. يبقى كان يفكر ويتأمل ويتدبر، meditating. He looked around، هو كان بيبص حواليه، and through of the vast universe، في الكون الواسع، that surrounded him، الكون اللي حواليه، and believe، وبيؤمن، that there had to be a great God، ان في اكيد في great God، يعني اله عظيم، whom all people، لازم كل الناس، had to worship and praise، يعبدوه ويقدسوه. كان بيؤمن النبي ان هناك اله عظيم ينبغي على كل الناس ان يعبدوه ويقدسوه. قال لي ان فاكت، في الحقيقه، هي ووز الله، انه الله عز وجل، ذا وان، الواحد، ذا كرييتور اوف ذا يونيفرس، خالق الكون، ذا كرييتور اوف هيفنز، خالق السماوات، هيفنز معناها السماوات، اند ذا ايرث، والارض، خالق السماوات، ذا كرييتور اوف ذا جنس يعني خالق الجن، and mankind، وخالق البشر، to worship him، ليعبدوه،
يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس؟ يبقى الإجابة to worship him، ليعبدوه. تمام، يبقى ايه الإجابة؟ تبقى ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا يبقى to worship him، to worship him. قال لي وربنا سبحانه وتعالى هو بيوريفاي هيز هارت، نقى قلب النبي، خلى قلب النبي نقي، هو بيوريفاي هيز هارت illuminating، تمام، وأضاء قلبه. قال لك إن هو purified his heart and illuminating it ومده with the light and providing ومده بالنور، تمام، with his guidance والإرشاد بالباور بالقوة and support والدعم and prepared him وجهز النبي صلى الله عليه وسلم for the greatest message للرسالة العظمى أو الرسالة الأعظم اللي هي التي عرفها العالم أو الناس منذ قديم الزمن. ماشي، قال لي إيه؟ قال لك إن هو كان بيبريبيرد هيم، إن ربنا سبحانه وتعالى كان بيجهز النبي for the greatest message، للرسالة العظيمة ever since، حتى the day he was born، في من يوم اللي النبي اتولد فيه. It was the light، ده كان من خلال النور والباور والقوة والسبورت والدعم والجايدنس والإرشاد of Allah، من الله عز وجل. that heart محمد، إن قلب محمد was filled up with، يعني ملئ به heavenly light، اتملأ بالنور السماوي. heavenly، كلمة heaven معناها سماوي، heavenly light نور السماوي، and the guidance والإرشاد ensuring purity، تمام، وطهارة القلب of his heart، لضمان وتأكيد طهارة قلب النبي body وجسده and the mind وعقله and ensuring وعقله، تمام، mind and حلوة. لما تيجي تحفظ قلنا هنحفظ أسئلة مش كلمات. طيب أول سؤال، How was Muhammad's belief before the advent of Islam؟ النبي كان بيؤمن بإيه؟ هتقول محمد didn't believe in idols، محمد لم يكن يعبد الأصنام درجة كاملة. What did the Arabs worship before Islam؟ العرب كانوا بيعبدوا إيه قبل الإسلام؟ They worshiped the idols، هم عبدوا الأصنام. خدنا السؤال ده سهل ما فيهوش صعوبة. Where did Muhammad spend much in his time؟ النبي السؤال ده مهم، النبي كان بيقضي معظم وقته فين؟ هتقول له in the cave، الإجابة هي من أول in the cave، in the cave of حراء، ده نص الإجابة، في غار حراء، in the cave of حراء، cave of حراء. كان بيعمل النبي، كان بي thinking، بيتفكر and looking around the universe، وبينظر حول الكون ويفكر في الكون من حوله. يبقى thinking and looking around the universe، كلمة universe يعني كون، وجاي من كلمة universal، أنا غسلت universal، أنا غسلت استنوا أوريكم حاجة، معلش أنا الشغل. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all. تصدقوا ان الغسيل ده كله هغسله مره واحده وفي 12 دقيقه بس؟ غسلتي اسرع غساله فول اوتوماتيك، بتحافظ على الهدوم وتخليها زي الفل. انا غسلتي يونيفرسال. يونيفرسال غسلتي يونيفرسال، تكنولوجيا سابقه سنين. يونيفرسال انا غسلتي يونيفرسال، اسرع غساله تغسل. طيب يبقى كلمة universe أو كلمة universal، كلمة universe معناها الكون، كلمة universal معناها عالمي، يبقى أنت كلمة universe دي معناها الكون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بي thinking، كان بيتفكر and looking around the universe، وبينظر حوالين الكون. حلوة. How did Muhammad spend much of his time in the cave of حراء؟ كيف How did Muhammad spend much of كيف ظل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي وقته في غار حراء؟ كان بي thinking، واحد
meditating اثنين بيعمل meditating تمام بيعمل meditating and contemplating ويتأمل thinking meditating contemplating who created the universe من الذي خلق الكون and the mankind and the earth and the jinn الله glory be to him لو كتبت الله تاخد الدرجة كاملة كلمة glory be to him معناها عز وجل Why did Allah create the jinns? لماذا الله عز وجل خلق الجن and the mankind to worship him? السؤال اللي جه فين؟ اللي جه في نموذج الامتحان نموذج ال 2024 Why Allah created the jinn and mankind? ليه ربنا خلق الجن والإنس؟ ليعبدوا to worship him ليعبدوا Who purified محمد زهاد من الذي نقى قلب النبي وعقله وجسده؟ الله Who prepared من الذي جهز محمد to the greatest message؟ الله How was محمد زهاد؟ السؤال ده مهم. كيف ملئ قلب محمد with heavenly light بنور السماوات and the guidance؟ هنقول إيه؟ It was through the light من خلال the light of Allah. يبقى the light and the will وإرادة. will هنا مش معناها سوف معناها إرادة. The power of Allah. The light and the will. The power of Allah. دي سؤال سهل جدا. هتقول the light. The will. مش مهم سرودي. مش مهم. هتقول from the light and the will. The power of Allah. على طول What did Islam ensure? الإسلام كان ما الذي ضمنه الإسلام؟ الإسلام كان بيضمن إيه؟ It ensured the safe Steady ده سؤال مهم جدا Safe يعني الأمان الإسلام يعني الأمان Steady الثبات And the monotheism والتوحيد Based right path تمام المؤدي إلى البارادايس يبقى based right path leading up to the pleasure of Allah وبيؤدي إلى المؤدي إلى رضا الله كلمة pleasure of Allah يعني رضا الله سؤال رقم 11 وآخر سؤال معانا what is the right path based on على ماذا اعتمد الطريق المستقيم it's based on monotheism بيعتمد على التوحيد سؤال مهم بيعتمد على التوحيد هنوقف كده لغاية النهاردة ناقصنا كده حاجة صغيرة ونخلص نص منهج الإسلاميك انتوا هتخلصوا طبعا قبل علمي الواجب بتاعك استنى سجل لك الواجب ويا شباب الواجب انت بتبعته لي عشان اعرف ان انت اتاكدت ان انت حليت لو في اسئله بس صعب عليك بتقول لي يا مستر انا واقف معايا كذا كذا وكذا لكن لو لقيت نفسك الدنيا ماشيه في الحل كويس مش ايه ما تعملش زحمه الاسيستنت لان انا برد انا واسيستنت وناس كتير فالرسائل بتكون كتير قوي فبنضطر نتاخر على ناس عشان نرد على ناس المهم فانت بس يعني لما تيجي تبعت لي ان انت عملت الواجب وبعت لي ان ايه ان فبعته بقى لنفسي وخلاص طيب يبقى كده واجب الاسلامك مذاكره السكشن الاولاني سكشن A وسكشن B في درس السيده خديجه سكشن A وسكشن B تذاكرهم تقراهم وتحل اسئلتهم تمام وتحفظ اسئلتهم اصلا بعد كده هتحل الاسئله اللي جايه في صفحه الاسئله اللي جايه في صفحه مش عارف جايه في صفحه كام بس الاسئله اللي هي على الدرس اللي هي ملهاش اجابات ماشي اللي هي من اول الاختياري ليدي خديجه mother of believers ماشي اللي بتبدا من سؤال رقم 32 سؤال 32 لغايه سؤال هتحل طبعا لغايه تحت المقالي والاختياري اللي احنا خدناه بس النهارده اللي احنا ما خدناهوش تسيب ماشي يا معلم وبكده نكون انتهينا من الحصة بتاعت النهاردة أتمنى تكون استفدتوا أي حاجة وأشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاية روحوا بقى عشان تلحقوا حصة مستر إبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته